السلام عليكم. وببشركم النهارده ان فخامه رئيس الجمهوريه وافق على نقلكم على بشائر الخير. الله أشكرك يا رئيس، أشكرك، إحنا بإحنا أولادك يا رئيس وبنحبك وانتخبناك مناش إلا أنت يا رئيس. ألف شكر، ألف شكر يا رئيس. انتظر القرار ولازم تبقوا عارفين حاجة، أقسم بالله فخامة رئيس الجمهورية ما عرضنا عليه أمر وظروف صعبة لأي مواطن وأي أسرة إلا بيستجيب فورا. النقل بكرة إن شاء الله الساعة 1:30 الظهر، بكرة الساعة 1:30 الظهر تكونوا جاهزين، وهتكون معاكم رئيس الحي وهتنتقلوا على بشائر الخير، وانتوا عارفين ان شاء الله مساكن بشائر الخير كل الامور تمام، مش هتاخد عفوا اي حاجة معاك، كل حاجة ان شاء الله هناك هتبقى جاهزة. كل سنة وانتم طيبين.